الأخبار من ATV العدالة، وفيها حقول النفط المشتركة بين الكويت والعراق في طور الدراسة، أسد جبد الهارب يعود إلى عرينه وصاحبه قيد البحث والتحري، حجاج بيت الله يرمون الجمرات في أول أيام التشريق. وفي النشرة أيضا العيدية بين الماضي والحاضر والكم والكيف. ومن العناوين إلى التفاصيل. خلال جولته في محطة الدوحة الشرقية للكهرباء، قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي إن الكويت والعراق سيعينان مستشارا قريبا لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة. إلى الآن نحن والأخوة في العراق الشقيق في طور المباحثات على في عملية استيراد الغاز، وكذلك في مشروع الحقول المشتركة بيننا وبين العراق الشقيق، والمشروعين يسيرون بخطى ثابتة ومتفائلين جدا إن شاء الله قبل نهاية هذا العام. مثل ما ذكرنا سابقا سوف يكون لدينا اتفاق على المشروعين. مشروع الحقول المشتركة الآن نحن في طور اختيار مستشار عالمي للمشروع، فتم تقريبا الاتفاق على 4 مستشارين، سوف يتم اختيار واحد منهم لدراسة المشروع بتفاصيله. ومشروع كذلك أو اتفاقنا مع الأخوة في المملكة العربية السعودية كذلك يسير بخطى ثابتة، ونتوقع إن شاء الله قريبا عودة الإنتاج إلى المنطقة المقسومة. أعلن الدكتور علي القطان نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن ورود بلاغ من قبل عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود أسد هارب في منطقة جبد. وأضاف القطان بأنه قد تم التفاعل مع الحادث بشكل سريع وتم الإمساك بالأسد الهارب في زمن قياسي، وقد تم أسره وتقييده ونقله إلى حديقة الحيوان ليخضع هناك للفحوصات اللازمة، مؤكدا أنه سوف يتم تكثيف الجهود والتنسيق مع وزارة الداخلية للكشف عن هوية صاحب الأسد واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. توجهت جموع حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. واستوعبت منشأة الجمرات ضيوف الرحمن الذين توافدوا تباعا لرمي الجمرات الثلاث دون تزاحم يذكر، حيث كانت الوفود ترمي الجمرات في يسر وطمأنينة. أكد مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني بالإنابة عماد الجلوي أن طلائع حجاج بيت الله الحرام ستبدأ بالوصول غدا الخميس الساعة 10 مساء على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية في مطار T4 الجديد. وقال الجلوي إن الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات العاملة وضعت التسهيلات والخدمات كافة لتنظيم عملية وصول الحجاج إلى أرض الوطن. العيدية من السمات التي تواجدت قديما واستمرت حديثة، ومع التغيرات الاقتصادية اختلفت قيمتها من وقت لآخر، ولكن فرحتها تظل كبيرة رغم بساطتها أو قلتها. مراسل ATV العدالة فهد الزايد استطلع آراء الشارع حول طبيعة العيدية كما وكيفا ومدى اختلافها بين الماضي والحاضر. بالعكس أنا ما أشوف الناس قامت تعطي هدايا، بالعكس نفس ما كانوا قبل العيادي مثل ما هي
للصغير وللكبير بعد، في ناس يساعدون بعضهم الكبار، نفس الشيء ما اختلف ما اختلف شيء. والله احنا انا على ايامي كله كان فلوس يعني، بس قبل كنت صغير طبعا كنت احصل اكثر ما احصل الحين، ما عاد قام يعطي الحين، انا اعطي الحين حق اليهال بس، عيال اختي عيال، اما الباجين لا ما اعطي يعني. انا يعني انا ما ادري صراحه عن العامه يعني، بس احنا لا للحين والله نعطي عياد ويعطون كلها يعني هدايا، لا بس عيادي يعطون فلوس وابالغ يعطون، بس اما هدايا ما ادري صراحه. احنا بعائلتنا احنا ما حد يعطي هدايا فلوس كاش اكيد، الهديه ما لها عمر، هذا تعتبر مثل عادات تغليت عندنا. للحين يعطونك اكيد، ومن اللي يعطيك؟ اي احنا الاهل شو موجود بالزواره ديوان يعطون، والله كل واحد عادات تغليته، كل واحد على اللي بيسوي، كل واحد وهلا يعني، كل واحد وطبيعته. لا يعطوني يعطوني امشي اشوف ناساتهم وكذا يعني. بس والله زين، ايش اكثر عيدية اخذتها؟ اكثر عيدية 300. اكثر عيدية خذيتها من ابوي 20 دينار. يعني اذا ناقصتني اشياء او كان بخاطري شيء اجمع فلوس العيديات واشتري فيهم. لا نعطي الصغار للحين، اي نعم نعطيهم، بس تغير اكيد، يمكن تغير الوضع، يمكن العيدية تغيرت بالنسبة لهم ما أدري والله، كوضعهم كصغار يعني، بس حنا لما كنا صغار غير يعني، يختلف الوضع كان عندنا. كنا ننطر عيد. إيه نعم ننطر عيد، إيه نعم. بالعكس نعطي، بس للأمانة عيد أول تغير عن عيد الحين. الحين خلق الله الوغدان هذه لا يبها عبادات وهذه وبس. أكيد أكيد تغير سبحان الله، جيل أول تغير عن جيل الحين، وإن شايف الجيل الأخير هذا وش وضعه و... والله الله المستعان، وان شاء الله الامور طيبه ان شاء الله. 30 عيديه. 30 زين، ايش رايك بالعيديه؟ حلوه. شو تسوي بالعيديه؟ اروح العب فيها عند شو اسمه الحيولي بارك. تلعب فيها العاب؟ حيولي ايه. منو اللي يعطيك العيادي؟ ماما. كم عطوك عيديات؟ هالدينات. زين، ايش تسوي بالعيديه؟ العب فيها. وضمن اللقاءات التي أجراها مراسل ATV العدالة فهد الزايد، كان ذلك اللقاء العفوي المميز مع شيف ومطرب هندي، حيث أبدى فرحته بالعيد وحبه الكبير للكويت وشعبها. مرحبا يا عيد مبارك، مبروك يا عيد مبارك، عساكم من وعدت تقبل الله طاعتكم. مرحبا مرحبا يا عيد مبارك، عيد الأضحى يا عيد مبارك، تقبل الله طاعتكم. مبروك يا عيد مبارك، عساكم من وعدت، مبروك يا عيد الأضحى يا فرحان يا عيد مبارك. وطني حبيبي، وطني الغالي، وطني النجم اللالي، الوطني شال مضيه في المجارية، وطني وطني الغالي الوطني. الله الله يا شمس الحياة، يا كويت يا كويت يا نبض الحياة.